يعني مش معقول اضلي هيك ع نفسي طول. امي بتقول امي بتقول عن اشي اسمه ايش هذا شرش طول. في مرحلة الانتقال من الجحور والبيوت إلى مكان التلقين ومركز إصدار الأوامر، نجد تطوراً ملحوظاً في جلود الكائنات شرش الطولية. مرحلة الصف السابع، إنها مرحلة جديدة ومواجهات أكثر عنفاً. قبلها بأيام، كان التحضير المسبق لهذه المرحلة يأخذ مفهوماً عاماً في حق اختيار أوعية حمل الغذاء وأطنان الأوراق والمستلزمات الخشبية، لكن المواجهة الأولى تتمحور في رفض هذا الحق من مركز الأوامر والتخطيط الأول. هاي اللي راح تحبها. شو هاي؟ هاي شنطة كويسة تتحمل الوسخ، سعرها طريعة قدنا، وحط اللي بيدك. شو طري يما؟ هاي سبايدر مان كل أصحابي. حط السبايدر مان بلا. والله كل أصحابي بيجيبوا منها. شو بدي بأصحابك أنا كل واحد أبوه باخذ. يا ميمتي. يلا يميمتي. يميمتي والله. يا والله. إرادة الحياة المطلقة. أما الكائنات الأخرى فتكون الحيرة سيدة الموقف. يا رب يكون في ميكي ماوس. يا بي القطة شجاعة. قطة شجاعة. يا سلام. يا رب يكون في ميكي ماوس. يا رب يكون ميكي ماوس. كمان صار القطة شجاعة. لا خلص ميكي ماوس. لتقع الفرائس في قبضتها. عمو هذا بنباع الحديد. الحديده نفسها. وفي مرحله التغير الجذري لجلود الاعضاء الداخليه، نجد ان المرحله تتشارك بها كل مكونات النظام هناك، الذي يتحول من نظام الى فوضى عارمه. والله زمان. تعتبر وسائل تخزين المياه على ظهور هذه الكائنات متميزة في الخصائص، فهذه تعبر عن معظم الكائنات. في أثناء سير الكائنات نحو الهاوية، نجد التمايز أيضاً في حمل الغذاء والمرتكزات الداخلية، ومنها ما يكون قد أكل الدهر عليه وشرب. من الأمور التي تواجه كائنات مرحلة الصف السابع هو سلسلة الانتصارات التي تتحقق بما يسمى التنجيم المزاجي. وكما البدايات، نجد أن تعامل أفراد هذه المرحلة الإعدادية بما يسطر حياتهم متميزاً هو الآخر. فما بين خط النمل الذي لا يرى بالعين المجردة، وبين التخطيط الدقيق الباعث للطاقة في كل مكان، تبرز عشوائية الحياة في مواضع أخرى.
كل هذا وأكثر يجعل أول الانتصارات التي ينجزها الكائن الحي لحظية. فثمة كائنات أخرى لن ترضى قسمة البيئة الأم على اثنين، وهنا تبدأ أول مواجهة للصف السابع. الكائنات العدائية في تلك الحقبة ليست عدائية بسبب قوة أبدانها، بل بسبب تمويهاتها الكثيرة والماكرة لتلعب أقدار الطبيعة لعبتها، وتقع الكائنات المستضعفة في المصيدة. غضب الطبيعة الأم يترك آثاراً لن تمحى من ذاكرة هذه الكائنات. ستطبع أحافير هذه الحقبة معالم جديدة في تطور الكائنات. فأول غريم في قانون الطبيعة هذا قد تم تحديده. مستنقعات الأدخنة تعتبر المكان الوحيد الذي ترابط به هذه الكائنات، لكن لكل كائن نهاية، وهذا الكائن قد حكم على نفسه منذ البداية بنهاية مرحلته الإعدادية. فالقادم من كائنات شرش الطول أكبر وأعظم. لقيت راح أضل مستني صف صار أطول مني وسور المدرسة عالي ما بقدر أهرب يا بورد السلة طوله خيالي.